أعود إليك أستاذ وسيم الأعرج، بحكم أنك كتبت رواية عن الأمير، هل اتصل من أجل هذا العمل أي شخص لكتابة السيناريو؟ هل كانت لك أي عروض في السابق؟ لا طبعا، هو كتاب الأمير كان مرشح أنه يحول إلى فيلم، وقد أنجز سيناريو في إيطاليا حول الفيلم. أنا اشتركت فيه طبعا في تعريبه، في أن أكون مع أيضا منجز سيناريو في إيطاليا. هذا كله تم وقدم أيضا للسلطة الجزائرية في للحكومة في ذلك الوقت، و تم قبول يعني المشروع، لأنه انتقلت الفرقة الجزائرية الفرنسية، يعني المنتج المنفذ هو جزائري، ولكن الـ ISFP يعني لا سوسيتي فرونسيز دو برودكسيون، الشركة الفرنسية للإنتاج، أيضا كانت ستدخل شريك في إنتاج الفيلم، ولكن بشروط، يعني أن الكاستينج يجب أن يكون عالمي، لأنه هذا كان تصور المشروع يعني. وحتى اتصلوا بمخرجين عالميين، وفي اللقاء مع الحكومة، مع رئيس الحكومة، كان لقاء جيد ومثمر إلى آخره، ولكن للأسف تم انتظار حوالي شهرين أو 3 شهور، ولكن المخرج الذي تم الاتفاق معه انسحب، لأنه ما فيش رد فعل، لأنه تعرف أن واحد مخرج تتفق معه اليوم يعطيك مسافة شهر، إذا لم تستجب له عنده أشغال أخرى، عنده رهانات أخرى، عنده مقترحات أخرى إلى آخره. وبالتالي للأسف الفيلم سقط في هل تعتقد أنه ما زال لدي حضور أستاذ وسيني؟ اسمح لي على المقاطعة. لا ما عليكش يعني، لا انا والله لا اعرف صراحه، أنا اقول لك صدقا يعني، انا اتصل بي زملاء على كل حال، مش رسميين يعني، زملاء في الحقل السينمائي، وكلامي كان هو ان السيناريو موجود على الطاوله، اذا فيه نيه لاخراج الفيلم طبعا، لانه لما نقول نيه، أنا في روايتي تناولت البعد الإنساني للأمير، يعني أولا علاقة الأمير بالصوفية، علاقة الأمير بنابليون الثالث، علاقة الأمير بالفرنسيين، يعني فيه زمن للحرب وفيه زمن أيضا للسلام، علاقة الأمير أيضا بالحركة الماسونية، أيضا علاقة الأمير بالمسيحية، يعني بلقائه مع مونسينيور ديبوش، الرواية مبنية على محاورة بين الشخصيتين. هل الرؤية الجزائرية تستطيع أن تتقبل كل هذه العناصر التي هي بالدرجة الأولى عناصر إنسانية وليست عناصر بالمعنى الديني أو الإيديولوجي أو غيره؟ إذا كانت تتقبل طبعا ممكن الفيلم السيناريو يكون عنده حظ لإخراجه من جديد يعني، لكن إذا ما كانش في هذه الرؤية المتفتحة الواسعة وانضبطنا داخل رؤية ضيقة للأمير، هذا الرجل المحارب المتدين إلى آخره، مثل ما يصوره الكتاب المدرسي، رجل بحصان ومن وراه فيزي طيب أستاذ وسيني مكحلة أو نعم. هذا لا يقدم كثيرا نعم. بصراحة موقف أحفاد الأمير، هل تعتقد أنه بالضرورة يجب أن يكون لديهم وجهة نظر الأخذ بها أم لا؟ شوف أحفاد الأمير، أنا بصراحة أنا كان عندي نقاش مثلا مع واحدة من حفيدات الأمير، الأميرة بديعة، أنا اختلفت معها على طول، يعني هي عندها رؤية ضيقة حتى لمفهومها للدين، وهي مؤرخة، أنا لم أكن داخل هذه الرؤية، لدرجة قالت أنه لا ليس هذا هو الأمير، فأنا أجبتها هذا أميري وليس أميرك في نهاية المطاف، يعني لأنه أنا أردت أمير إنساني وليس أميرا مغلقا. ولهذا شوف، ممكن أن نفتح نقاش مع إذا حب المخرج والمنتج أن يفتح نقاش مع الأحفاد فليكن، ولكن بصراحة ليس ضروري، لأن في نهاية المطاف الفيلم هو رؤية مخرج ورؤية كاتب ورؤية كاتب سيناريو إلى آخره. بعدين لما يطلع الفيلم إذا كان عنده وجهة نظر مختلفة فليكن، إذا هو أراد من تلقاء نفسه أنه يخلق محاورة، لأنه أحفاد الأمير تعرف العشرات صحيح. هو كل صحيح. حفيد له وجهة نظر، فهذا الفيلم لن يتم، ولهذا نحتاج إلى رؤية صارمة من طرف المخرج نعم. ومن طرف المنتج وأيضا من طرف سيناريست يعني. شكرا جزيلا لك، ونتمنى أن يخرج هذا الفيلم المنتظر حقيقة على مدى السنوات الماضية، الأجيال تنتظره. نتمنى. شكرا جزيلا لك أستاذ وسيم الأعرج، أنا مسرور جدا بحضورك معنا، الروائي والباحث حبيبي. الأكاديمي الجزائري، كنت معنا من باريس. الله يخليك. شكرا لك.